طبعا مدينة عيسى تعاني مشاكل وايد من البنية التحتية وغيرها، فهنا بنتكلم عن البنية التحتية. طبعا عندنا ترصيف الشوارع الموجودة في مدينة عيسى، يعني وايد شوارع مو مرصوفة، وايد شوارع محفرة ومرقعة كذي ترقيع، والسيارات يعني في مشيها تأذى، وايد تأذى حتى بالدراجات. منافذ المدينة، منافذ مدينة عيسى ما فيها منافذ وايد، عندنا منفذ من دخلة بوابة مدينة عيسى، والمدخل الثاني لتيوتا، والمنافذ الثاني ما في للأسف على الشوارع العامة. يعني نبي مداخل حق مدينة عيسى. مدينة عيسى عودة، وايد عودة، ومنضكة من السكان، وكل ما تعمر أزيد وأزيد وأزيد، ويوجد فيها خدمات أكثر، وزحمة الصبح في الخروج إلى العمل والعودة من العمل، هني يصير يعني ضكة، ويصير يعني ما نوصل لوقت متأخر إلى المنازل، وما نوصل لوقت متأخر إلى العمل كذلك. مواضيعنا مدينة عيسى يعني نحتاج حق صالة مستقلة يكون يستفيد منها أهالي مدينة عيسى. يعني ما قصروا، عندنا صالات، بس الصالات في المساجد، والمساجد لها مكانتها يعني اختصاصيتها، فاحنا نبي صالة مستقلة. في بيوت كثيرة في المدينة يعني قديمة وتحتاج لصيانة وإعادة بناء من الأساس مرة ثانية، لذلك السبب أصحابها يلجؤون إلى شنو؟ الخروج للسكن في أماكن ثانية. التأجير العشوائي يولد مشاكل، مثلا العزاب شنو؟ أولا يعني عاداتهم وتقاليدهم تختلف عن بعض، مثل ما تقول العوائل، يعني تختلف عن العوائل او جايين من بلدان ثانية مثلا على سبيل المثال، فشنو فتلاقيهم الله يهديهم يعني ساعات يطلعون عن المألوف من ناحية مثلا شنو الازعاج، البيئة المحيطة مو بنظيفة مثلا. يعني احد المشاكل اللي انا لاحظت بنفسي انه مثلا شنو، واحد احد البيوت يشكي انه كان شنو، كان اللي يمه، البيت اللي يمه اللي مسكون من العزاب، كانوا شنو مسوين قراج مترسي ياكل، وبالاضافه الى السهر في الليل اللي طالع لك بلبس لا يليق يعني بعاداتنا وتقاليدنا. مثلا خبركم هني ان عوائل مثلا الواحد يطلع من بيته يلاقي له واحد مثلا لابس له اللبس المعين الاسيوي ذي معروف. والله عند الموضوع من تعيسه هني نعاني من قله الحدائق والملاعب متنفس حق الاولاد والشباب، يعني مغلب الحدائق يعني صغيرة أو قديمة تحتاج لترميم وتعديل، ويريت يعني تكون فيها ملاعب كرة سلة وقدم، لأن الشباب يعني وين يروحون؟ الأماكن كلها ضيقة وما في متنفس لهم، يعني غير كله ماشي، بس ناس الشباب يبون يتحركون لعب كرة سلة طائرة، فياريت يهتمون شوي بهالمواضيع في المدينة، مع أن المدينة معروفة طلعت أجيال لاعبين.